لم يخرج عن الحظر المنصوص عليه بالمادة 32 من قانون الأساس المعدل ولم يخالفه ما يوجد برد هذا الدفع وإصدار الوصف القانوني عليه، وإنما يصلح أن يكون عملا سياديا في دولة ما قد لا يصلح في دولة أخرى، وعليه ولكل ذلك أضحى القرار المطعون فيه يخرج عن اختصاص هذه المحكمة. لهذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الطلب رقم 26/2021 موضوعا، والحكم برد الدعوى 76/2021 لعدم الاختصاص حكما حضوريا صدر وجلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بتاريخ اليوم. وعدم الصورية مرسوم الرئيس بتأجيل هذه الانتخابات العامة هو يشكل نقطة سوداء في تاريخ العدالة وفي تاريخ القضاء الفلسطيني، ووصمة عار لكل السلطة القضائية، وهذا يعتبر ويعبر عن أن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح حقيقي. الذريعة التي ساقتها المحكمة بأن هذا القرار من أعمال السيادة، أعمال السيادة مفهومة ومعروفة، ونحن من ندرس القضاء الإداري وندرس القرارات الإدارية، لا ينطبق عليه قطعيا نظرية أعمال السيادة، لأن هذا القرار له علاقة مباشرة بتنفيذ القانون الأساسي وبتنفيذ قانون الانتخابات، وفيه اعتداء على النظام السياسي والقانوني والدستوري الفلسطيني، وفيه اغتصاب لسلطة الشعب، وفيه حرمان للمواطن من كل حقوقه وحرياته السياسية. نعم. هذا قرار ظالم يشوبه الكثير من الغلط، ومخالف لأبسط مبادئ القانون والفقه الإداري.